بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي في الله، هناك كلمة في القرآن لم تذكر إلا مرة واحدة فقط، مدهامتان. ما معنى هذه الكلمة وما هو الإعجاز في هذه الكلمة؟ هذه الكلمة هي آية كاملة تتألف من كلمة واحدة، سبحان الله، مدهامتان. هذه الآية وردت في سورة الرحمن لتصف الجنتين، عندما قال تعالى: ولمن خاف مقام ربه جنتان، ثم قال: ومن دونهما جنتان. إذن مدهامتان أي شديدتا الخضرة، لونهما أخضر شديد الخضرة من كثرة الأشجار وكثرة اللون الأخضر، مدهامتان. طيب ما هو الإعجاز؟ تأملوا معي أيها الأحبة، كم عدد أبواب الجنة؟ 8، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: للجنة 8 أبواب. عدد حروف هذه الآية 8، عدوا معي: مدهامتان، 8 أحرف، سبحان الله، بعدد أبواب الجنة، والكلمة تصف الجنة، مدهامتان يعني شديدتا الخضرة. طيب هنا الكلمة تصف جنتان، يعني 8 و8، أين نجد هذا الرقم؟ هو رقم الآية سورة الرحمن، إذا فتحنا المصحف نجد رقم هذه الآية مدهامتان، هو 64، 8 في 8. من أغرب ما رأيت أنني عندما بحثت في سورة الرحمن كاملة عن الحروف الميم والدال والهاء والألف والميم والتاء والألف والنون، يعني حروف الكلمة، وجمعت هذه الحروف في سورة الرحمن، أعطاني عددا من مضاعفات 8 في 8 أيضا، مدهامتان يعني جنتان، 8 أبواب و8 أبواب، سبحان الله. الشيء الغريب أيها الأحبة، والله شيء عجيب، الله تعالى يقول: ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان، إلى آخره، يصف لنا الجنتين. استخدم بالضبط 16 آية، 8 زائد 8. لا إله إلا الله، والله شيء عجيب. ثم بعد ذلك يقول عز وجل: ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان، وهكذا لآخر النص أيضا بالضبط 16 آية، 8 زائد 8، لأن النص الأول يتحدث عن جنتان، ولمن خاف مقام ربه جنتان، فجاء عدد آيات النص 8 زائد 8 بعدد أبواب الجنتين. والنص الثاني الذي هو ومن دونهما جنتان أيضا جاء عدد الآيات أيضا 8 زائد 8. بالله عليكم، هل هذا إعجاز أم مصادفة؟ نسأل الله تعالى أن ينفعنا بهذا العلم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.